أسعد الله مساءكم بكل خير. الرأي الحر 14 من فبراير. الليلة سنبدأ من مصر، لأنه مصر الحقيقة، مصر الكبيرة، مصر أم الدنيا كما يسميها أهلها. يبدو أنه الطلب صار مباشر، عبد الفتاح السيسي وخلال القمة العالمية للحكومات في الإمارات يقول بصريح العبارة: مصر تحتاج إلى تريليون دولار كل سنة. ما الداعي لمثل هذا الحديث في قمة عالمية للحكومات هناك في الإمارات؟ لا، حتى يوضح عبد الفتاح السيسي أكثر بأن هذا الكلام ليس مجرد معلومة بل هو طلب، يقول التالي: هل المبلغ ده متاح؟ نصه أو ربعه؟ لا. يعني المقصود كملوا أو أكملوا لنا الباقي سنويا. والرسالة موجهة طبعا للحضور ومن لم يحضروا أيضا. مساعد وزير الخارجية السابق بيومي يرى أن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات جاءت في طار ما يمكن وصفه بالترضية لدول الخليج بعد ما وصف بالزوبعة الإعلامية الأخيرة والتراشق الإعلامي بين الطرفين. هل ينجح السيسي في رأيكم في مسعاه تريليون دولار سنويا؟ كيف لدولة بحجم مصر أن تقف على أعتاب جيرانها مهما كان هؤلاء الجيران عرب، أفارقة أو غيرهم، تطلب المال وبهذا الشكل الواضح والصريح؟ يتساءل البعض. مصر إذن، السيسي من الإمارات يقول نحتاج إلى تريليون دولار كل سنة، وإحنا لا عندنا لا نص المبلغ ولا ربع المبلغ، وإنتم فهمكم زيادة. الطالب والمطلوب، كيف بدا لكم هذا الطالب وكيف بدا لكم المطلوب وهو يصفق بين الحين والآخر؟ السيسي إذن بين طلب المال وتقزيم مصر كما يرى كثيرون. هذا موضوعنا في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية سنخصصها لتونس، لأن موجة الاعتقالات فيها أيها السادة تتسع وتطال شخصيات سياسية وإعلامية. الاعتقالات اتسعت إذن وطالت القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وأيضا مدير إذاعة موزيك. فيبدو أنه الضرب صار يمنة ويسر ولا يستثني أحد. ما الذي يجري في هذه البلاد التي كانت منارة للديمقراطية في المنطقة بل وقدوة لكل ناظر إليها من الجيران وحتى من هم أبعد منهم؟ رئيس البرلمان راشد الغنوشي يصف ما يجري بالعجز والعبث. محامون يطالبون بتوضيحات قضائية بشأن حملة الإيقافات. هل ينجح الانقلاب برأيكم في التغطية على فشله؟ لأن هناك كثيرون الحقيقة قالوا هذا، قالوا بأن هذا كله مجرد عبث، هي محاولة لتعمية الأبصار. فلنعد إلى المربع الأول وهو التالي: أن هذا النظام الانقلابي فشل في انتخاباته في الدور الأول والدور الثاني، فشل في الاقتصاد، لا رؤية ولا حلول، فشل كما قلنا في الانتخابات، غابت من لديه الرؤية، لم يستطع أن يجمع حزبين على طاولة واحدة، وزادت كل هذا فضيحة الناشطة الجزائرية مؤخرا بوراوي التي سمحت سلطات الانقلاب في تونس بعبورها إلى فرنسا تحت ضغط من باريس، وكادت أن تضحي بعلاقاتها مع الجزائر. تونس إذن موجة اعتقالات تتسع وتطال شخصيات سياسية وإعلامية. نطرح السؤال التالي: سعيد دائما يتحدث على متآمرين ويتآمرون، حتى هؤلاء المعتقلون هم بتهمة التآمر. يا ترى من يتآمر فعلا على استقرار البلاد؟ بعض هؤلاء على فكرة الذين اعتقلوا، عارفين شو التهمة؟ اتهموا بأنهم يسعون إلى تجميع السياسيين، يعني التأليف بين كل هؤلاء الفرقاء. هل هذه تهمة؟ أم يفترض أن تكون
بالعكس إيجابية وجهد مخلص يستحق الإشادة. على كل حال سنعود إلى تونس في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من مصر ودور السيسي في الإمارات والطلب الواضح والصريح. يا جماعة الخير نحتاج يعني تريليون دولار ومنكم الخير والفضل. أهلا بكم. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تحتاج تريليون دولار كل سنة، أي ما يعادل 30 تريليون جنيه مصري. يتساءل السيسي هل المبلغ ده متاح نصه أو ربعه، ثم يجيب بالنفي. طيب إذا أنت لا عندك لا نصه ولا ربعه تطرح في هذا الرقم لماذا؟ المسائل تبدو للبعض ربما غير واضحة. على كل حال السيسي يبرر ذلك بأنه لكل دولة ظروفها. إلى هنا الحقيقة يجب على الطرف الآخر أن يستوعب ماذا يريد السيسي. يعني يا جماعة الخير احنا نحتاج تريليون دولار ولا عندنا لا نص المبلغ ولا ربع المبلغ حتى، وظروفنا صعبة، وانتم عليكم الفهم والتجاوب. وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات بالإمارات إنه سعى إلى الحل بالمبادرات وبالأفكار. يعني الرجل طرح ما يستطيع، واللي ظروفه صعبة يفكر، يقول السيسي. وعبد الفتاح السيسي يبدو أنه فكر وطرح مبادرات، لكن لا يبدو أن ذلك كان كافيا لتوفير هذا المبلغ. وتابع السيسي قائلا إحنا عايشين كتحدي على شريط ضيق من أسوان للإسكندرية من 150 سنة. يقول هذا الشريط هو المحاذي للنيل، كان مناسب أيام محمد علي، يقول السيسي، لكن الآن الوقت اتغير، كان عدد السكان حينها 4 ملايين. طيب دائما بعض الزعامات العربية على فكرة يتقيدوا بعدد السكان. يا جماعة الخير الصين عندها 1.5 مليار، ومع هذا تتسيد العالم اقتصاديا. لكن السيسي لا يرى ذلك. وقدم السيسي إشادة كبيرة بالإمارات، الحقيقة المديح إله أول وما إله آخر، في مسعى فيما يبدو لإصلاح الخلاف بين القاهرة ودول الخليج العربية وتحديدا السعودية. دول الخليج طبعا قدمت مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر منذ الانقلاب وإلى يوم الناس هذا. حرص السيسي خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات على تهدئة الخواطر مع السعودية كما قلنا، بعد صدور انتقادات في الإعلام المصري لموقفها القاضي بوقف تقديم المساعدات بالشكل التقليدي القائم على الهبات، معتبر استهدافا لمصر دون غيرها. اعتمد السيسي على المساعدات الخليجية للحفاظ على اقتصاد مصر دون أن ينهار منذ انقلابه عام 2013، بل إن العديد من المتابعين الحقيقة يقولون إن المساعدات الخليجية هي من أطالت من عمر انقلابه، مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من الأموال الخليجية ذهبت إلى القاهرة عبر ودائع في البنك المركزي ومساعدات الوقود وغيرها من أشكال الدعم منذ ذلك الحين. لكن في الأسابيع الأخيرة بدأت دول الخليج بما في ذلك السعودية في الإشارة إلى أنها تريد رؤية المزيد من الإصلاحات من الدول التي تتلقى مساعدتها، لا سيما أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح التضخم وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. بل هناك بعض الشخصيات السعودية الحقيقة تحدثت صراحة بأن هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري يصعب المسألة، يصعب تعافي مصر ويصعب على الآخرين أيضا أن يساعدوها إلى الأبد، لأن هذه المسألة لا تبدو لها حل. من المحتمل أن يؤثر ذلك على التوجه في مصر التي تتعرض بالفعل لضغوط من صندوق النقد الدولي للإصلاح. هل تستطيع مصر الإصلاح؟ لا أحد يعلم في ظل هيمنة الجيش كما يقول بعض الخبراء. مصر إذن خلال القمة العالمية للحكومات في الإمارات السيسي يقول مصر تحتاج تريليون دولار كل سنة،
ويا ريت تساعدونا. طبعا يا ريت تساعدونا لم يقلها، ولكن أنا ترجمتها الحقيقة بالنظر إلى الجمل التي ذكرها السيسي. مساعد وزير الخارجية السابق بيومي في مصر يرى أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات جاءت في إطار ما يمكن وصفه بالترضية لدول الخليج بعد هذا التراشق الإعلامي في الفترة الأخيرة. هل ترونه نجح في المسعى؟ هل السعودية ستعود لضخ الأموال للنظام المصري، والحال أن أصحاب البزات العسكرية يسيطرون على الاقتصاد من البسكويت إلى آخر شركة ربما في مصر 60% أو أكثر؟ هناك أرقام تشير يعني نسب مذهلة الحقيقة إلى حجم السيطرة العسكرية على الاقتصاد المصري. ثم هذا الطلب، طلب عبد الفتاح السيسي الصريح والواضح، لأنه طرح هذا الرقم بهذه الطريقة الحقيقة لا يبدو مقنع للبعض. لماذا أنت تقول مصر تحتاج تريليون دولار في السنة؟ شو هو السياق؟ إذا لم يكن طلبا وصريحا، حتى لا نقول وصف آخر الحقيقة أنا أتعفف عن ذكره، لأنه مصر لا تمد يدها، مصر المفروض هي التي تعطي، دولة عظيمة وكبيرة، والقصة مش عدد سكان أو شريط على نهر النيل كما يراها السيسي، لأنه هذا الحقيقة فهم ربما يبدو لبعض الخبراء سطحي للغاية للإمكانيات. الإمكانيات أكبر من هذا في مصر بكثير. سنعود للجمهور بعد قليل، لكل من يود أن يعلق. سيكون معنا الدكتور مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية من واشنطن، ولكن في انتظار ضيفنا نبدأ ربما في عرض بعض المشاركات عن طريق الواتساب. ابتسام من ألمانيا تقول: حديث السيسي عن احتياجات مصر بالأرقام وتسوله، هكذا تقول، بأسلوب مؤدب للرز الخليجي لم تعد تنطلي على أحد هناك، فقد سبق كل ذلك رئيس تحرير جريدة الجمهورية الناطقة باسم السيسي، والذي لا يقدح من رأسه، تقول، عندما سأل الخليجيين بأوصاف نابية وآخر قام بتهديد الخليج إذا لم يدفعوا للسيسي باجتياح من ملايين المصريين. على كل حال، مثل هذا التراشق الإعلامي لا يؤخذ عليه في الغالب الحقيقة، والسيسي أصلا اعتذر، لا ندري على كل حال اعتذار يشمل كل الأصوات التي تحدثت أم هي في محاولة لتلطيف الأجواء. طيب، نأخذ مشارك أبو أنس من مصر. مساء الخير. مساء النور أستاذ صالح، تحياتي لك وصلت البرنامج، تحية لشخصك الكريم وشكرا للاستضافة، بارك الله فيكم. بالنسبة لأموال الخليج اللي دفعت للسيسي لذبح الشعب المصري من الوريد إلى الوريد، يعني تم ذبحه بالأموال الخليجية وقتله بالأسلحة الأمريكية والروسية، وكل هؤلاء متآمرين على الشعب المصري. وبالنسبة للسيسي خلاص انتهى اقتصاديا، كل الأموال معروفة أنها تحولت في حسابات خاصة برا للسيسي والحشية بتاعته. الشعب المصري احنا ما خدناش منه غير الرصاص والقتل والجوع والحصار والإهانة والذل من الخليج، احنا ما شفناش من أي حاجة من الخليج. نطلب من حكام الخليج أن يوقفوا دعم السيسي، ما تدعموش السيسي، احنا مش عايزين دعم منكم، انتوا حلوا عنا يا أخي. طيب أبو أنس لو تكرمت. طيب ابقى معانا ثواني واسمع الحاج عرفات ماذا يرد عليك. نأخذ الحاج عرفات. مساء الخير حاج عرفات. مساء النور. مساء الخيرات. استمعت لأبو أنس من مصر يقول: لا نريد الدعم الخليجي، هذا الدعم يقول هو الذي دمرنا ولا نريده. تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أستاذ صالح، هو كل من قال وهب ودب بعلم وبدون علم يؤخذ منه؟ أستاذ صالح، حينما ذهب السيسي أمس إلى الإمارات هل طلب منهم أموال؟ السيسي حينما ذهب إلى الإمارات بالأمس ويوصف الحالة المصرية يريد أن يحيا الشعب حياة كريمة، يريد أن يكون في مصاف الدول العظمى، يقول أن اقتصاد هذه البلد لكي يوفر حياة كريمة للإنسان المصري لابد من أن يكون دخل الدولة تريليون دولار. دخل الدولة حاليا 450 مليار دولار يا أستاذ صالح. فكيف يصرف أو ينفق على هذا الشعب؟ طيب يا حاج عرفات لو تكرمت، يا حاج عرفات
يعني احنا عندنا مثل شعبي يقول لك مين سألك على تاريخك او يعني شيء في هذا السياق. طيب انت جاي تحضر في مؤتمر عالمي للحكومات وتتحدث، لماذا تطرح في انه مصر تحتاج الى تريليون دولار ومصر لا عندها لا نص المبلغ ولا ربع المبلغ؟ يعني لم يتبقى الا العجز، يعني الصدر واضح، يعني ال 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 يعني العتب على اللي ما يفهم. يعني السيسي كاد ان يقولها بصريح العباره، يا جماعه الخير نحتاج تريليون دولار ولا عندنا لا نص المبلغ ولا ربع المبلغ، وحضراتكم بارك الله فيكم يعني ساعدتونا منذ 2013 فاكملوا هذا المعروف. يعني اللي ما يفهم على هذا السياق يعني الله غالب عليه ولا لا؟ أستاذ صالح، الدول الخليج ساعدت مصر صحيح بعد 2013 و2014 و2015 حتى عملت مصر إطلاق اقتصادي في 2017 وكفت عن المساعدات بكل أشكالها. تقدر تقول لي إمتى آخر مرة الدول الخليج ساعدت مصر يا أستاذ صالح؟ هل عندك معلومة عشان تطلعها؟ الأرقام تشير يا عزيزي يا غالي 100 مليار دولار على شكل ودائع أو محروقات أو أموال سائلة. هذا الكلام منذ الانقلاب إلى يوم الناس هذا. دعني أشرك معك أبو أنس مرة أخرى، ابقى معي حاج عرفات لو تكرمت. أبو أنس استمعت للحاج عرفات إذا عندك تعليق. ماشي، بالنسبة للحاج عرفات يعني أنت تتكلم باسم الدين وتدافع عن المجرمين اللي تبع الشعب المصري، يعني السيسي انت بتدافع عن السيسي اللي بيروح يتسول من الخليج وقصر الدور المصري وخلى مصر ما تسواش اي حاجه، يعني عيب عليك يا حاج عرفات ان انت بتبيع ولاد بلدك اللي بيذبح في الشعب والدماء بتسيل والنساء بتغتصب في السجون، عيب يا اخي. اين حمره الخجل وفين النخوه والشهامه والرجوله وبتكلمنا عن الدين؟ احنا عندنا سؤال بقى، لو انت راجل دين وبتتكلم باللغه العربيه الفصحى وبتقول انا من الاصل، قول لي يا اخي اللغه العربيه اللي انت بتتكلم فيها كم كلمه؟ كم عدد كلمات اللغه العربيه؟ لا دعني، هذا ليس موضوعنا ابو انس، دعنا في الموضوع لو تكرمت. يعني هو يقول لك السيسي لم يطلب يعني اموالا، الرجل ذهب وشارك في هذا المؤتمر، ليش انت بتحبلوه ما لا يحتمل؟ لا السيسي بيروح يا استاذ صالح بيتسول الخليج وسمعنا شتايم وسباب وسفاله ووقاحه منهم بطريقه غير ما تليقش بمصر وشعب مصر. مصر بلد الاحرار، مصر ارض الكنانه، يعني ما يحصلش فيها كده يعني من قبل هذا القزم ده اللي بيقزم دور مصر، يعني عيب وعار على مصر والمصريين يبقى ده رئيسنا. والله العظيم يعني حاجه تكسف، احنا كمصريين يعني متداسين في الداخل وفي الخارج بسبب وجوده في السلطه، ده مغتصب منقلب مجرم قاتل سافل منحط عليه ان يرحل. طيب انت يا ابو انس تقول بانه حط من قيمه مصر، يا ريت لو توضح لي هذه النقطه كيف؟ يعني مصر كانت زعيمة الدول العربية، كان أي رئيس دولة وأي والدول الخليج دول كلهم كانت مصر هي بتقود القاطرة، دلوقتي أصبح مصر رئيسها بيروح يتسول عنديهم، يعني أنت شفت في اللقاءات وشفت الكلام وعبد الخالق عبد الله والشتايم والكلام اللي سمعناه من الخليج كله، شوف كانوا بيقولوا علينا مصر والكويت بيقولوا علينا إيه، في كل مكان إحنا ما لناش قيمة، قزم دورنا هذا القزم، عيب وعار علينا والله العظيم. احنا مصر البطولة والرجولة والنخوة والشهامة ومصر العزة العروبة ومصر العلم والعلماء ومصر الأزهر ومصر المليون كيلومتر مربع باع جزرها، مصر النيل باع النيل، فين ايه تاني؟ يعني النيل اتباع بتاع مصر، هو شريان الحياة ولجعلنا من كل شيء من الماء كل شيء حي، عيب يعني. شكرا عيب لك عرفات، اختشي خلي عندك دم عيب. شكرا لك ابو انس، اشكرك. الحاج عرفات عنده حق في الرد الان، تفضل يا حاج عرفات. حاج عرفات؟ ايوه تفضل، حقق الرد. الصوت بس بيقطع، يا ريت يظبطوا الصوت بس لان مش سامعك حلو. لا انا سامعك بشكل جيد، تفضل. والله استاذ صالح، احد الائمه الكرام رحمهم الله قال: لو حاورني الجاهل لغلبني ولو حاورني العالم لحاججني. لا هكذا اسمح لي حاج عرفات، هكذا انت تسيء للمشارك ونحن لا نقبل ذلك، لانه ما ادراك انه ابو انس او غيره اكثر منك علما ومعرفه واعلى منك شهادات. لا
لأنه هذا لا أنت تعلمه ولا أنا أعلمه. تفضل أعطي رأيك دون إساءة لأحد لو تكرم. تفضل أستاذ صالح. أنا ذكرت الاثنين وقلت لو حاورني الجاهل لغلبني ولو حاورني العالم لحاجته. طبعا لكن السياق أنت تعني الجانب الجاهل. تفضل على كل حال. تفضل. لو انتظرت للآخر لكنت علمت أنني أتكلم على الاثنين سواء. جميل. أستاذ صالح أستحلفك بالله أن تسأل أبو أنس ما هو الفرق بين العجز الأولي والفائض الأولي. أستحلفك بالله. لا لا ذهب أبو أنس. أبو أنس غدرنا الآن. تفضل. أستاذ صالح بالأمس القريب خرجت علينا القنوات إياها الأجنبية وقالوا أن حسن مبارك لديه 70 مليار دولار، وخرج الشعب عن بكرة أبيه تحت هذه الأكذوبة وما إلى ذلك ولم يتضح منها شيء. وباليوم نسمع أن دول الخليج أعطت لمصر 100 مليار دولار، مع أن الجهاز المركزي للإحصاء يقول أن الودائع الخليجية في البنوك المركزية أو في البنك المركزي لا تعد عن 28 مليار دولار أو ما ذلك. من أين أتوا بالمئة مليار دولار التي كررتها أنت حضرتك؟ والله هذه مصادر تتحدث على أنه نحن لا نتحدث عن المساعدات فقط، نتحدث على الودائع ونتحدث على المحروقات ونتحدث على حتى دبابيز، يعني قنان الغاز اعترف بها السيسي بعظمة لسانه. أنت تبعت الحديث هذا ليس من عندي يا غالي. على كل حال حاج عرفات إذا كان السيسي فضل. إذا كان السيسي لا يحتاج مساعدة لماذا يغني ويدندن على هذا الوتر؟ عندنا يا سيدي انسى كل الكلام اللي قلناه. إذا كان مش محتاج مساعدة وهو قادر أنه يجد لمصر حلول ومصر ولادة فيها علماء وفيها طاقات وفيها إمكانيات، لماذا يدندن على هذا الوتر؟ والله نحن نحتاج تريليون دولار ولا عندنا لا نصف المبلغ ولا ربع المبلغ، وانتم ما شاء الله عليكم اكرمتونا ودعمتونا منذ 2013. يعني هذا مش كلامي، هذا كلام السيسي يا غالي. سليم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اما سمعت قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير يا استاذ صالح. الم يكن هذا كل منهم فضل يا استاذ صالح؟ طيب اذا الراجل يعني اعترف بانه اخذ منهم ويريد المزيد، والقصد في أنه والله يا جماعة الخير راهو مصر تحتاج تريليون دولار لكن للأسف لا عندها نص المبلغ ولا عندها ربع المبلغ. بربك ترجم لي هذه الجملة ماذا تعني؟ إذا لم تكن تعني أنه يا جماعة الخير نحتاج إلى مزيد من مساعداتكم ولو تكرمتم صالحونا مع السعودية لأنهم إخواننا، إذا لم تكن هذه الترجمة فماذا يعني السيسي بكلامه؟ جاوبني أنت أستاذ صالح. أنا قاربت في العمر حوالي من 60 سنة. أقسم لك بالله من وأنا في فترة الشباب كده كنت أسأل نفسي لماذا تستثمر دول الخليج في أوروبا وأمريكا ولا لماذا لا يأتون إلى مصر؟ لماذا لماذا لماذا؟ كنت أحبس نفسي بهذه النقطة إلى أن وجدت إلى لماذا كانوا يأتون إلى مصر للاستثمار في السبعينات والثمانينات والتسعينات؟ لم يكن لدينا بنية تحتية، لم يكن لدينا شوارع، ولم يكن لدينا طرق، ولم يكن لدينا قوانين استثمار، ولم يكن ولم يكن ولم يكن، وكلنا نعرف البيروقراطية المصرية التي كانت تطفش المستثمرين وما وما وما. لكن الآن المستثمر يأتي من نفسه. ألا إنما حينما أتى المستثمر ووجد بنية تحتية قوية، وجد شبكات كهرباء قوية، وجد قوانين محفزة للاستثمار، طيب. وجد رئيس الدولة نفسه بيفتتح مكتب في القصر الجمهوري للاستثمار ومكتب رئيس الوزراء مفتوح للاستثمار. جاءوكم يا حاج عرفات وانت تستشهد لي بالآيات القرآنية والأحاديث، يعني كلنا مسلمون وعلى راسي وعيني يعني هذا العلم الشرعي لديك، ولكن يريد أيضا العلم الشرعي هذا يخليك تخاف الله قبل ما تخاف زيد أو عمر. اسمعني يا غالي، جاءكم الخليجيون بأموالهم، والسيسي قالها على فكرة، لا أدري أقالها عن قصد أو عن يعني عن عفوية كما هو حال السيسي في كثير من المرات. قال لك بعد أيام قليلة من الانقلاب، بعد أيام قليلة من البيان الأول جاءني محمد بن زايد وحل مشكلة الغاز ومشكلة كذا. يعني هم ما كانوش شايفين المشاكل اللي في مصر، إيش معنى إجوا إلا لما انقلب عبد الفتاح السيسي؟ تقول لي أنت والله لأنه أعاد الدولة، والله لو تقول لي استنوا سنتين ثلاثة وشافوا الدولة تنظمت وجاءوا يساعدوا أقول لك والله كلام معقول، لكن يجوا بعد يومين ويساعدوا هو مازال انقلاب واضح عيني عينك، لأنهم جاءوكم بالمساعدات لأنكم طحنتم الديمقراطية وطحنتم الثورة وكان هذا هو المطلوب خليجيا.
الآن حتى الخليجيين صحصحوا، وجدوا بأن هذه الدول الغير مستقرة في الحقيقة لا تخدم حتى مصالحهم، وبالتالي عادوا إلى أنفسهم يقولون والله دعمنا السيسي ولكن ما استفدناش حاجة. ولهذا السعودية سحبت نفسها، وحتى الإمارات بيني وبينك يعني مش راغبة كثير في دعم السيسي. على كل حال، إذا عندك تعليق في نص دقيقة لو تكرمت. والله أشكر سعادتك الأول أنك بتسيح لي المساحة دي، الذي لم يقدر أي قناة أخرى من القنوات المعارضة للسيسي أن يتيحوا لي هذه النقطة، وأنت تدعوني أتكلم براحتي. لكن هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ صالح، هل تعرف كم كانت ديون مصر لشركات البترول العالمية؟ لم تجب على سؤالي. لا، جاوبني على سؤالي، ليش جاؤوكم الخليجيين من أول ثانية وحبوا يساعدوكم؟ ليش؟ لماذا؟ أصل أنا لما جاوبك على سؤالك أنت هتعرف أنا أقصد إيه من المغزى. جاوبني بسرعة لأنه لا وقت لدي، أنا قلت نصف دقيقة لو تكرمت. مصر كانت مدينة لشركات البترول العالمية بسبعة مليار دولار، ومنعوا عنها البترول الذي يخرج علينا في القنوات إياها ويقول لك إن مصر كانت بترمي البترول في الصحراء. السفن كانت تقف في قناة السويس يا أستاذ صالح، ولم تنزل البنزين ولا السوران إلا حينما تقبض الدولار التي كانت تنزل جماعة الإخوان وتلم من الشوارع. شكرا لك، شكرا لك حاج عرفات، أشكرك، شكرا لك. محمد من الإسكندرية ربما عنده رأي يؤيد رأيك أو يختلف معه. على كل حال، محمد مساء الخير. مساء الخير أخي، تحياتي لك والقائمين على البرنامج. طيب إذا عندك تعليق على حاج عرفات أكون ممنونك، تفضل. لن أعلق على الحاج عرفات لأن كلامه كله مردود عليه وده محتاج حلقة كاملة، فحضرتك اديت له وقت كافي، أتمنى أخد نص الوقت ده. الحقيقة أن أخونا عبد الفتاح السيسي ما راحش الإمارات والسعودية في الفترة الأخيرة علشان حاجة معينة، إلا أن هو يبتزهم مش يشحت منهم. هو الوحيد اللي يعرف كويس قوي أن الفلوس ما جاتلوش بعد الانقلاب، الفلوس وصلت مصر قبل الانقلاب بعدة شهور. وصلت مصر في نص حكم الرئيس محمد مرسي، ومن الفلوس دي بدأ عبد الفتاح السيسي يجهز البلاك بلوك والحاجات اللي نزلت لنا في الشارع. وأنا كنت بتقابل مع بعض الضباط وكانوا بيقولوا إن إحنا في طريقنا إن إحنا نخلع النظام بتاع الدكتور مرسي، أو زي ما كانوا بيقولوا عليه نظام الإخوان المسلمين. عبد الفتاح السيسي هو الوحيد اللي يعرف إن هم اتفقوا معاه على إيه في وقت كان توني بلير ليه مكتب في الإمارات العربية بيدير من خلالها الانقلابات، بداية من مصر من لتونس لسوريا كل وللسودان. الانقلابات اللي تمت دي كلها كان توني بلير خلص مدته في رئاسة وزراء بريطانيا، وليه مكتب في الإمارات بيدير من خلاله الحاجات دي. عبد الفتاح السيسي رايح يبتزهم، هتدوني اللي أنا بقول عليه ولا أقول لشعوبكم أنتوا عملتوا معايا إيه؟ هو كده ضايع ضايع، والشخص لما بيكون ضايع بيعلي صوته على الآخر وما بيخافش من حد. طيب محمد، الحاج عرفات يقول لك هم جاءوا بأموالهم لأنهم شافوا دولة وشافوا نظم وشافوا يعني معالم دولة حقيقية، البلد كانت فوضى يعني قبل عبد الفتاح السيسي، ولهذا جاء الدعم الخليجي. سيدي الفاضل، البلد اللي كانت دولة قبل عبد الفتاح السيسي كانت الديون اللي علينا 33 مليار، ديوننا عدت ال 170 مليار، ده الدين الخارجي. كانت الديون الداخليه تريليون و100 مليار جنيه مصري، دلوقتي 7 تريليون جنيه مصري ديون داخليه. كان ثمن رغيف العيش في احسن مخبز لا يتعدى ال 25 قرش، ده غير المدعم ابو 5 ما لناش دعوه بيه. النهارده ده ثمنه 2 جنيه و2 جنيه ونص. كان كيلو يا ريت، لا يا ريت لو الحاج عرفات يسمع الان. عاود هذه الارقام يا محمد، عاود الارقام لو اي حد. أنا موجود في مصر ومستعد أقابله جوه مصر. أنا ما عنديش أي مانع إن أقابل أي حد هيغير الكلام اللي أنا بقوله، والله لا أقول إلا الحق. الشخص اللي بيتكلم بالطريقة دي ما يعمليش إنه شيخ، هو راجل ضابط جيش حافظ له آيتين قرآنيتين بيهاجم بيهم الناس. يقدر يطلع هو مع عمرو أديب يتكلم نفس الكلام ويسمع نفس الكلام بتاعي أنا دلوقتي؟ أبداً أبداً. أنا ما أقدرش أتكلم في تلفزيون مصر ثانية واحدة. طيب محمد، محمد برأيك السعودية إيه وما تقولش إيه؟ محمد برأيك السعودية الآن ستعود بعد هذه الزيارة، زيارة عبد الفتاح السيسي للإمارات، ستعود لدعم مصر مجددا أم لا؟ توقعاتك. السعودية والإمارات تخشى الشعوب بتاعتها، مضطرة إن عبد الفتاح السيسي يبتزها.
عدم وجود عبد الفتاح السيسي يؤثر عليهم سلبا، وجود عبد الفتاح السيسي في مصر يؤثر على الشعب سلبا. لابد من التخلص من النظام ده، وقبل التخلص من النظام ده لازم الشعوب العربية الأخرى اللي بتدعم الانقلابات دي تعرف كويس قوي ان فلوسهم قتلت الناس رابعة وفي النهضة ورمسيس واحد واثنين في كل مكان في مصر. انا مش قادر اعدد لك المذابح اللي تمت. شكرا لك محمد من الإسكندرية، اشكرك. يا ريت بعجالة قبل ضيفنا ناخذ ابو الحسن ونايف. ابو الحسن في اقل من دقيقة لو تكرمت. دكتور صالح باختصار شديد الآن قبل 3 أيام أو قبل أسبوع تزلزلت الأرض في تركيا وسوريا، التكلفة الإجمالية لزلزلة البلد هذه كلها 85 مليار. ميزانية أمريكا 15 تريليون، فيها 51 ولاية، يعني أقل ولاية قد مصر مرتين. ايش الارقام اللي بنسمعها دي؟ وايش الحاجه اللي بتحصل؟ على العموم من الاخر ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا دكتور صالح، يعني ابو الحسن تود القول، هذه عرفات تود القول يا ابو الحسن بانه الارقام التي يتحدث عنها السيسي ارقام مضخمه جدا، والسعوديه لا تستطيع الذهاب شبر واحد في هذا الاتجاه، هذا ما تود قوله؟ يا دكتور صالح، السعودية على أمل إنه الشعب هذا ينهض ويتعلم ويعيش ويأكل ويشرب، مو يحطها في السراب وفي الجيوب وفي يا دكتور صالح. لا يعني أنا حتى أكون متوازن هنا أبو الحسن، السيسي قال لك يا جماعة الخير حتى البلد يعني حتى مصر تنمو، الشعب المصري أيضا ينهض، نحتاج أن نبني بنى تحتية ومعالم دولة حقيقية، وهذا الوقت يعني نحتاج وقت ونحتاج مال، يعني أنتم مش مستعدين تصبروا معاها شوي؟ يا دكتور صالح، وصل لمصر زي ما بيقول لك عرفات اللي بيشارك في كل قناة وبنفس الأسلوب، لكن سبحان الله الكذاب يتبع الكذاب، سبحان الله، الصادق مع الصادق والكذاب مع الكذاب. على العموم انا قلت لك زلزلت الارض تركيا وسوريا، التكلفه كلها 85 مليار، هو استلم من الخليج 92 مليار مو 28 مليار، هذه ما زعته صحيح. انا الارقام اللي عندي يعني تقريبا 100 مليار. شكرا لك على كل حال ابو الحسن، اشكرك. نايف في اقل من دقيقه ايضا لو تكرمت. الو، مساء الخير يا نايف. السلام عليكم أخوي صالح. وعليك السلام. أول شيء الدول الخليج والدول العربية اتفقت على إبادة شعوبها، السيسي متورط في دم الشعب السوري ودول الخليجية متورطة في دم السوري. لا هذا ليس موضوعي لو تكرمت، إما في الموضوع ولا أعذرني في الموضوع لو تكرمت. أوضح لك فضل. ليش السيسي جاي الحين يبي تريليونات؟ ليش؟ لا هو يبي تريليون واحد، قال لك تريليون في السنة مش أكثر. إيه ليش يبي؟ أنا بوضح لك الشغلة. الحين في حركة خليجية قاعد تتحرك مطالبة بالدستور الأمريكي والدستور البريطاني، فالأنظمة الخليجية والمخابرات المصرية حست في خطر، فالحين الشباب هذا قاعد يقوم، الشعب الخليجي شافوا جرائم الحكام اللي تورطوا بالدماء بحق المغاربين، والحين حطيت تحرك دستور امريكي في الشرق الاوسط. طيب شكرا لك نايف، اشكرك، يعني انا اعذرني الحقيقه لم استوعب ما تود قوله، شكرا لك على كل حال نايف. نرحب الان بضيفنا، ينضم الينا الدكتور مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه من واشنطن. دكتور يوسف مساء الخير. زياره تبدو على كل حال نسبيا ناجحة، ولكن النجاح الحقيقي سيكون عندما توافق الدول الخليجية على مساعدة مصر فيما تبقى من التريليون دولار الذي قال السيسي بأنه لا نملك لا نصه ولا حتى ربعه. ماذا ترى من تجاوب خليجي مع هذا الطلب برأيك؟ طيب لا أدري، أنا لا يصلني الصوت دكتور مصطفى يوسف، فقط لو الزملاء فقط دكتور صالح الصوت الآن واضح، تفضل.
حقيقة السيسي يقول ما يشاء. يعني الخليج يعني تتزعمه المملكة العربية السعودية بحقائق التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، وقد صرح وزير المالية بأنه لن يعطي أي معونات أو مساعدات أو قروض حتى للدول إلا عن طريق طرف ثالث وهو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. السيسي تحصل على معونات منح لا ترد، يعني مكافأة على قيامه بالانقلاب على يعني الديمقراطية والتجربة في مصر. يعني كما قال صرح رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد حوالي 50 مليار دولار، وحصل على قروض ما بين قروض بترولية شحنات أرسلتها المملكة السعودية وقروض ميسرة وودائع قرابة 50 مليار آخرين. وقد أثبت فشلا ذريعا، لأن من يأتي بانقلاب عسكري يأتي دائما لكي ينفق الكثير من الأموال على القوات المسلحة حتى تثبت أركان حكمه. يعني هذا هو الموقف في مصر. الدول الخليجية وعلى رأسهم الإمارات تسعى لشراء الكثير والعديد من الأصول المصرية بثمن بخس. يعني السيسي منذ أن أتى إلى سدة الحكم وقام بما يسميه هو بالجمهورية الجديدة في يوليو 2013، قام يعني بالتفريط في كل يعني مقدرات الأمن القومي المصري، ما بين حقول الغاز للقبارصة واليونانيين والإسرائيليين، تم التفريط في مياه النيل هذا شمالا، أما جنوبا التفريط في مياه النيل لإثيوبيا وإسرائيل والإمارات، شرقا تم يعني التنازل عن تيران وصنافير، تم يعني إزالة مدينة رفح من على الخارطة إكراما للصهاينة الذين يعني بذلوا جهدا حقيقيا في واشنطن لكي يقنعوا كل الإدارات بأن وجود السيسي ضرورة لأمن الكيان الصهيوني. أما غربا أيضا فيعني يقوم باستفزازات كثيرة مع الثورة الليبية، وتعاون مع المخابرات الفرنسية لقتل المصريين وتحويل مصر إلى ساحة مستباحة يعني كل المخابرات، يعني المخابرات الإماراتية تعمل في مصر، المخابرات السعودية، المخابرات الإسرائيلية، المخابرات الفرنسية. السيسي فرط في مقدرات الأمن القومي، يطرح أهم شركات كانت تدر عوائد كبيرة جدا للموازنة العامة للدولة للبيع لمجرد أن يقوم بسداد فوائد الديون التي اقترضها لكي يقوم ببناء قصور ويشتري طائرات. في هذه النقطة دكتور، حتى نستفيد من وجودك معنا في الجانب الاقتصادي بالذات، يعني عندما تصل المساعدات كانت قروض أو منح أو 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 مواد بترولية وغيرها إلى 100 مليار أو ربما أكثر، لماذا لم تنعكس يعني بشكل سريع في الاقتصاد المصري؟ على كل حال السيسي عنده تأويل، هو يقول أنه لابد من الانتهاء من العشوائيات، وربما يقصد يعني أيضا بنى تحتية حتى ينهض الاقتصاد. هل ترى ما يؤشر لذلك في مصر؟ مبدئيا يعني السيسي في تقديري أنه يقول عكس الحقيقة منذ أن كان وزيرا للدفاع قبل أن يقفز على سدة الحكم بانقلابه في يوليو 2013. فأنا لا أعير حقيقة ما يقول أي اهتمام، لأنه يعني يقول عكس الحقيقة دائما أبدا. فالحقيقة تقول أن هذا الرجل أتى، كانت الديون الخارجية لمصر 43 مليار دولار، الآن تجاوزت 160 مليار دولار، أما الديون الداخلية كانت 1 تريليون جنيه، قفزت الآن لأكثر من 6.5 تريليون جنيه. كان سعر الدولار المصري، الدولار على الجنيه المصري 6 جنيه 35 قرشا لكل دولار أمريكا، الآن تجاوز 31 جنيه في السعر الرسمي، أما في السعر الموازي أكثر من 33 أو 34 جنيه. كان المصريين تحت خط الفقر قرابة 30%، الآن أكثر من 60%. فنحن أمام يعني فشل اقتصادي حقيقي، لأنه لا يعقل أن يقوم بعمل العاصمة الجديدة وقصور رئاسية ويشتري طائرة. يعني الرئيس، يعني رئيس المكسيك رئيس أوبرادور، حينما يعني وصل إلى سدة الحكم باع الطائرة التي كانت تسمى بالفير الأبيض، وكان ثمنها حوالي 287 مليون دولار، يعني نصف قيمة تقريبا الطائرة التي أتى بها السيسي التي تسمى ملكة السماء. حينما تكون هناك أزمة ضخمة جدا مثل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتأتي يعني وتبني قصورا قصرا رئاسيا واحدا من القصور التي بناها 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض، فهذا رجل منفصل عن الواقع، لا يعير شعبه أي اهتمام. حينما يتحدث عن بعض الطرق أو فوائد في الكهرباء، نحن نسأله عن القصور، نسأله عن الطائرات، أتى بست طائرات في 2017 أظن من شركة دايسو الفرنسية،
ثم الان بالطائره الجديده التي اتت من بوينغ الامريكيه. نحن امام يعني انفاق سفهي حقيقي، ثم ان تعطي كل الطرق وكل المشاريع الاستثماريه وتجعل الجيش المصري يسيطر تقريبا على نصف الاقتصاد، ده في اكثر التقديرات احتشاما. يعني يزيد صاير وكارنيجي يقولون ان الجيش المصري تقريبا يسيطر على 3/4 الاقتصاد المصري. يعني حينما يكون القوات المسلحه لا يعني لا تدفع ضرائب ولا جمارك ولا تصب الميزانيات الخاصه بالجيش الشركات للموازنه العامه للدوله، يعني الارباح وكل يعني هيئه اقتصاديه يقول اعمل يعني صندوق خاص، اي ان الموازنه العامه للدوله المواطن المصري الفقير يدفع ويدعم سواء تفريعه قناه السويس سواء العاصمه الجديده العالمين الجديده كل المشروعات العديمه الجوده الاقتصاديه، ثم يعني بعض الهيئات التي يهم السيسي ان تكون طيب. هي التي توفر. دكتور يوسف، على ذكر الضرائب ودفع الضرائب من قبل الجيش، الحقيقه هناك لقاء طبعا لعبد الفتاح السيسي سال عسكري والعسكري اجاب بانه بالعكس يعني تدفع الضرائب على دائر مليم، لا ندري الدقه هنا اين هي بالضبط، لكن برايك لماذا دول الخليج التي سارعت طبعا في 2013 على الدعم وبعد أيام قليلة على الأقل هذا وفق شهادة السيسي، بل هناك من يرى بأن الدعم سبق الانقلاب والدعم الذي سبق الانقلاب كان استخدم في التهيئة للانقلاب، لكن نود الآن أن نعرف هذه الدول الآن بعد 9 و10 سنوات لماذا بدأ التردد وبدأ التلكؤ؟ مبدئيا يعني حينما يسأل السيسي لواء في الجيش عن الضرائب نسأل نحن السيسي لماذا سجنت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ثم عدلت الدستور حتى تستطيع أن تعزل من تشاء من أي جهة رئيس أي جهة رقابية. يعني السيسي الذي يعني له تصريحات كثيرة أن الدولار لن يزيد سعره والسلع الأساسية لن يزيد سعرها وأن 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 كل ما يقول السيسي يفعل عكسه، فهذا أمر حقيقة من يعول على كلام السيسي فهو من الطيبة والسذاجة بمكان. هذا أولا. ثانيا دول الخليج، أذكر أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد قال من 5 سنوات تقريبا أخبروا هذا الرجل أو هذا الشخص بأنني لست ماكينة صرف آلي، قال لهم بالإنجليزي I am not an ATM machine. يعني هم بدأوا يستوعبون أنه لا توجد أي خطط مطلقة للتنمية أو لإصلاح الاقتصاد. السيسي يرفل يعني أرجو يعني حتى يعني في لقاء تال من الممكن جدا أن تأتي بصور السيسي حينما كان لواء يرأس المخابرات الحربية أو حتى وزيرا للدفاع، صوره هو وزوجته وأهله بملابس متواضعة للغاية، ثم الآن يعني يلبسون يعني ملابس بعشرات الألوف من الدولارات، أما سيدة زوجته ترتدي مجوهر يعني لديها مجوهرات بعشرات الملايين من الدولارات من ماركات مثل هاري وينستون وباتيك فيليب. يعني نحن أمام شخص أتى عنده شراهة شديدة جدا جدا للتطاول على المال العام. هذا ما بدأوا حكام الخليج يستوعبونه، وما يستوعبون أن هناك نسبة معينة للفساد. أما الفساد في السيسي والدائرة المحيطة به ويحاول أن يورط الجيش المصري معه حتى يكون ظهيرا له، ولا توجد أي خطة تنمية. يعني حينما يعني يعطى ويقترض أكثر من 450 مليار دولار ما بين منح لا ترد وما بين قروض من الخليج وما بين تسهيلات بترولية وما بين قروض داخلية وما بين قروض خارجية، يعني احنا قلنا أكثر من 5.5 تريليون جنيه مصري داخليا وأكثر من 200 مليار دولار ديون خارجية، ثم تنحدر العملة تنزل 5 أمثال من 6 جنيه لأكثر من 30 جنيه دولار على الجنيه، ثم يزداد يتضاعف عدد الفقراء وتصبح المعيشة صعبة جدا. طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن البلد في طريقها للانهيار الاقتصادي الحقيقي. الخليج بين نارين، النار الأولى هي أن يعني أن هناك أمر خطير جدا 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 أن يتم يعني تصدير الثورة لدول الخليج أو أن يظل في دعمه للسيسي بكل هذا الفشل الاقتصادي. السعودية الآن ضجت من تصرفات السيسي، وهناك مفاوضات حتى يتم يعني إدراج شركات القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية ضمن يعني الشركات التي تود الصندوق الاستثمارية الخليجية أن تشتريها، وهذا أمر يجد السيسي صعوبة بمكان من التفاوض مع الجنرالات في الجيش. فالأمر معقد جدا. يعني الخليج الآن لا يدري هل سيستمر في الدعم بهذا الشكل أم يريد أن يتحكم في السيسي. هذا ما ستسفر عنه الأيام. يعني
الدكتور مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، كنت معنا من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. أعود فيما تبقى من وقت بعجالة طبعا لجمهورنا، لدي الحقيقة الكثير من الرسائل أمامي. زهير نايلي يقول: السيسي ذهب للإمارات ليس للشحاتة والتسول بل الابتزاز، وعنده الأوراق الكثير منها قناة السويس وجزيرتي تيران وصنافير وغيرها، يقول هذا المنقلب مستعد لبيع مصر كلها هكذا كما يقول من أجل ملء حساباته وفي بنوك أوروبا. نتابع الحقيقة هذا الجانب من حديث السيسي في الإمارات والتأكيد على الدعم الحقيقة، نتابع. والله والله وأنا قلت الكلام ده في مصر كتير، لكن أنا بقوله هنا للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع. النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. اسمع يا فيصل، اللي أنا قلته ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح. طيب أنا أتم جملة عبد الفتاح السيسي، اللي عمله ما كانش ممكن ينجح بدون دعم الخليج. نتابع الجزء الثاني من حديث السيسي. وقوف الأشقاء في الإمارات، في السعودية، في الكويت، اللي أنا بتكلم عليه، لولا ما كانتش مصر وقفت تاني. فالبعض استنى يا فيصل، فخامة الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية. خلينا أكلم ناس. تفضل تفضل فخامة الرئيس. خلينا أوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا، بيننا كلنا. ابدا احنا كان في من ضمن ال... طيب محمد من السعوديه، مساء الخير. بس ملاحظه صالح، ميزانيه امريكا بالتريليونات مش مليارات، عفوا تمام؟ عشان انا راجل. ميزانيه امريكا، لا لا، لو تعيد محمد فقط. ميزانيه امريكا بالتريليونات، تريليونات هي. طيب طيب، لكن يعني ما قلته قبل ذلك، انا اود ان اعرف. والله قلت ميزانيه امريكا، والله يا صالح ما سالت لاحد، بقول لك ميزانيه امريكا يا صالح بالتريليونات. طيب، لاني انا رجل عشت في امريكا ودرست في امريكا وراجل على فكره جمهوري، ماني ديمقراط. خلاص، هذا واحد. اثنين، من انا همشي معك، من دعم الانقلاب في مصر هم اللي دعموا الانقلاب في تركيا وتبرعوا ب 15 مليار دولار، وانت فاهم انا اقصد ايه، صح يا صالح؟ تمام؟ يا صالح الله يرضى عليك وعلى والديك، يا صالح زي ما انت بتدافع عن مشكله الجزائر والمغرب، حاولوا يا جماعه لا تولعوا الدنيا بين الدول العربيه، يا جماعه الخير. اليوم السعوديه والامارات رغم اختلاف السعودية، بتكلم عن بلدي، مع سوريا بتدعم سوريا وبتودي لسوريا إلى آخره. وإذا الرئيس السيسي تكلم كلام بيقول تريليون، يا عمي الإمارات اللي اتهمها أردوغان بالانقلاب دعمته ب 15 مليار، اللي أردوغان سخر بربك يا محمد لو تكرمت الآن، الناس تلملم في جراحاتها، فدعنا الآن من تركيا، خلينا الآن في موضوعنا هذا، نحن نتحدث عن مصر والدول الخليجية. لا أدري ليش أنت قلبك مليان من أردوغان، دعني أردوغان الآن عنده أزمة وعنده محنة يا أخي، دعه في محنته، خلينا في موضوعنا لو تكرمت. ماشي، موافق. أمس شككت في تاريخ قتل المداينة، قلت لي لا ارجع لبراك، براك غزوة براك حقت فخري باشا. يا صالح الله يطول عمرك، يا صالح انا والله العظيم لا لي ضد احد ولا مع احد، انا راجل زي ما قلت لك حق فلوس. يا جماعه الخير، اذا
مصر. انا لاني مع السيسي ولا انا مع مصر تمام. طيب عاونوها اذا ما دام القصه هيك محمد، خليني اجيب لها لك من الاخر. ما دام القصه هيك وعامل لي فيها ابو علي انت الان على الهوى، طيب ساعدوه الرجال بده تريليون دولار، اسمعني بده تريليون دولار في السنه، وفروا له هالتريليون وخلصونا والسلام عليكم. طيب كلامك جميل. هو ما طلب من السعوديه ولا من الامارات، هو بيقول انا احتاج لدولتي كذا. هو حر كما يقول كما هو. انا لما اجي يعني يا محمد شو يعني فهمك زياده يا اخي، يعني ما هو في شويه حياة ايضا للرجال، يعني مش يعني خلاص رمى كل الحياة يعني. قال لكم يا جماعه الخير انا احتاج تريليون دولار في السنه، والله لا املك الا نصفه ولا املك حتى ربع المبلغ، والوضعيه وكل بلد وضعيتها يعني، وفهمكم يعني يكفي. طب ما يا صالح مشكلتك لما نرد عليك بتزعل مني. طب اردوغان واقفه معاه اوروبا وامريكا والسعوديه والامارات، قال لك ما حد داعمني. يا صالح الله يرضى عليك، مصر 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 دوله لن تستغنى عنها دول الخليج. جميل شكرا لك، اكتفي بهذا اكتفي بهذا، شكرا لك. دول الخليج اذا لن تستغني على مصر، وانا لن اناقشك في ذلك، اهلا وسهلا يا سيدي. امال ليش ليش الاعلام الان يعني في 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 زوبعه كما اسماها الجانب المصري، ولكن الحقيقه كان تراشق بالصواريخ اعلاميا طبعا. والسعوديه الان غير راغبه في اتمام يعني الاستمرار في الدعم، يعني انت كلامك يبدو تغرد خارج السرب، لكن والله اذا انتم حريصين اهلا وسهلا. انا لن اقول لا، لست هنا لاقول لا تدعموا مصر، لكن من حق الدول الخليجيه ايضا ان تكون مصر هناك شفافيه، وهناك توجيه ايضا لهذا الدعم، وهناك رفع يد الجيش على الاقتصاد، لانه انت لما تدعم طرف يعني لازم هو يقف على رجليه بعد سنتين ثلاثه، الان عندكم 10 سنوات تدعموا في هذا النظام وطالب الزياده. مصر تحتاج الى مراجعه نفسها عزيزي، وتطهير دواليبها حتى ياتيها المدد. لكن اذا انت بيتك خربان وعندك يعني تسرب مالي هنا وهناك، الجيران مش ممكن يدعموك الى الابد. هذا ما اود ان اوصله يا عزيزي. حاج رضوان لو تكرمت تفضل. حاج رضوان، حاج رضوان اذا تسمعني. صالح احييك واحيي الجميع. يا هلا بيك. بدايه رقم 15 مليار دولار هذا ما وصلش لسوريا ولا وصل تركيا. الاخ اللي متصل قبلي قال بعته 15، لا مش صحيح الكلام هذا، غير صحيح على الاطلاق. بس انا نحب نوضح نقطه. المخبر اللي يقول ان المخبر عرفات يتكلم على لا حاج رضوان، حاج رضوان دون اساءات شخصيه لو تكرمت، والوقت ضيق، تفضل في اقل من نصف دقيقه اللي عندك هات. طيب انا بنوضح ان مصر عندما وقع الانقلاب وجاء السيسي للحكم كانت عليها ديون فقط 45 مليار دولار، اليوم 177 مليار دولار. عندما قام الانقلاب كان الجنيه المصري يساوي 6 جنيه الدولار، يساوي 6 جنيه. قالها ضيفنا، قالها ضيفنا الارقام هذه، قالها ضيفنا الارقام. نعم هذه ارقام صحيحه موثقه البعض، بس انا بنوضح نقطه استاذ صالح بالسريع يعني. احد الاخوه الذي يكتب بالقران الكريم في حلقه سابقه ربط بين تسليم باشيلا الذي فجر الكردي باطلاق سراح علاء عبد الفتاح، قال ان دبي بسلم باشيلا ولكن السيسي لم يسلم عبد الفتاح علاء عبد الفتاح، رغم ان علاء عبد الفتاح ليس ارهابي وليس مجرم وليس قاتل ولم يقتل احد، انسان مدني، السيسي هو الذي سجنه وحبسه. شكرا لك، اشكرك حاج رضوان، واعذرني لان الوقت بالفعل انتهى، واعتذر من ابو ادم من المغرب واخرين، واشكر ايضا من بقي معي على الواتساب اليوم ظلمناهم ايضا، زهير من باتنا، سليمان قسمية، عبد العالي الودغيري، توفيق من المغرب، محمد من المغرب، حسن العمالي، ناصر المجدوب، وزيد من الأردن وآخرين، أشكركم جميعا. مضطرين الآن للتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. بث مباشر على اليوتيوب على مدار الساعة، من هاتفك النقال يمكنك بسهولة الوصول إلينا.
أبدأ هذا الموجز من فلسطين المحتلة، شهيدان في الضفة ومئات الأسرى يشرعون في عصيان بسجن نفحة الصهيوني. استشهد الفتاة الفلسطيني أو خلال محمود ماجد العايدي خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طباس، وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجراً وانتشرت في كافة أرجائه. في سياق آخر، أعلن مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجن نفحة جنوبي فلسطين الشروع في عصيان كخطوة احتجاجية على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم. وقالت جمعية نادي الأسير أن العصيان يأتي رداً على الإجراءات الانتقامية التي أصدرها وزير الأمن العنصري المتطرف إيتمار بن غفير. إلى القدس الآن، عشرات من قطعان المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية ككل يوم. هذا رد يتكرر الحقيقة على قمة القدس أو مؤتمر القدس الذي عقد أمس في 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 القاهرة. إلى العراق الآن، تعهدات للسوداني بحسم ملف وجود الميليشيات المسلحة داخل المدن. كشفت مصادر سياسية عراقية عن تعهدات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيال ملف إخراج الفصائل المسلحة من مراكز المدن والأحياء السكنية، تحديداً في المدن السنية كما أعلن. طبعاً المقصود هنا الميليشيات الشيعية. إلى الأردن الآن، الأمن ينفي والمحامي يؤكد دخول عوض الله في إضراب عن الطعام. نفت مديرية الأمن العام الأردني دخول وزير المالية الأسبق ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في إضراب عن الطعام، فيما ذكرت رفض السيد عوض الله وجباته. لكن حتى مساء أمس لم يقدم بلاغاً خطياً بنيته الإضراب عن الطعام إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. طيب، إلى السودان الآن، صورة صادمة لتلاميذ يتلقون دروسهم في العراء. يعني الصورة متوفرة، لا أدري الزملاء ليش حاطين يعني حمتي. تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مؤثرة لمعلم سوداني يقوم بمراجعة دروس لتلاميذه لشهادة الأساس بالعاصمة السودانية الخرطوم، متخذا البوابة الخارجية للمدرسة سبورة عقب إغلاقها من قبل السلطات الحكومية لتبعيتها لمنظمة محلولة. الحقيقة هناك مدرسة أخرى أيضا التلاميذ كانوا يدرسون خارج المدرسة، الفصل كامل خارج المدرسة، والمدرسة تعاني من بناء فصول جديدة، والسلطات هناك في السودان لا يبدو أنها تخصص في هذه المنطقة أي أموال إضافية لبناء هذه الفصول الدراسية. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل سنتحول إلى تونس. موجة الاعتقالات تتسع وتطال، شخصيات سياسية وإعلامية. سؤالنا الليلة، من يتآمر فعلا على أمن تونس واستقرارها؟ نعود لهذا الموضوع بعد الفاصل.